تقدر من هنا حضرتك اهو تقول له والله انا عاوز مثلا يعني المعلومات دي تبقى فوق محتوى المقر، يبقى اضغط على المعلومات احددها باللون الازرق واجي على السهم اللي بيتجه للاعلى تحريك للاعلى واضغط يتحرك للاعلى حركه واحده، عايز اتحرك كمان اتحرك كمان حركه تانيه وهكذا، ان انا ابتدي ايه ابتدي اتحرك. بس اهم حاجه ان انا بعد ما اخلص الايه الجزئيه ديت او التعديل ده او الترتيب ده اعمل حاجه اسمها ارسال، اضغط على زر ارسال عشان انفذ الايه انفذ هذا الترتيب او هذا الامر. ده بالنسبه للجزئيه المهمه اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي ولسه هنتكلم عنها شويه بالتفصيل، اللي هي جزئيه عناصر الايه القائمه المقرر الدراسي. دي القائمه اللي هتظهر للطالب، خلي بال حضرتك اللي انا بحددها دي هي دي القائمه اللي حضرتك بتحدد العناصر داخلها واللي حضرتك حابب ان هي تظهر للطالب، وممكن تخفي بعض العناصر منها وممكن تحذف وممكن تعيد تسمية بعض العناصر. كل ديت حضرتك تقدر ايه تتحكم في الايه في هذا الامر. وهنشوف مع بعض ان شاء الله الايه الجزئية ديت. الجزئية التانية اللي هنشوفها تحت في الاسفل هنا اللي هي الخلفية اللي باللون البلاك ده، اللي هي إدارة المقررات الدراسية. دي بقى الجزء اللي الطالب مش هيشوفه، ده الجزء الطالب ما ايه ملوش علاقة بيه، الطالب ليس له علاقة بإدارة المقرر، لكن حضرتك اللي بيكون عندك لوحة التحكم، مركز ملفات المحتوى، عندك أدوات المقرر الدراسي، التقييم، مركز التقديرات. طبعا ده من أهم العناصر اللي موجودة هنا، مركز التقديرات. لو حضرتك حابب تدخل تضغط على مركز التقديرات وتشوف الطلاب وتشوف الايه درجاتهم وتشوف الواجبات والمهام والاختبارات والأنشطة كلها موجودة هنا. طيب أيضا إذا حضرتك حابب تدخل تشوف عدد الطلاب اللي موجودين عندك داخل الشعبة، كام طالب وأرقامهم الجامعية وبياناتهم وأسمائهم، حضرتك بتدخل على المستخدمون والمجموعات هتجد تحتها المستخدمون، ودي أهم حاجة موجودة دلوقتي المستخدمون. حضرتك هتدخل على المستخدمون هتجد الإيه، طبعا لازم حضرتك تضغط هنا على حاجة اسمها ليس خاليا وتضغط على زر الانتقال عشان تجد الطلاب كلهم، كل الطلاب هيبقوا ايه هيبقوا موجودين هنا حتى حضرتك، لان حضرتك مستخدم لهذا المقرر. فهو بيجيب لحضرتك الصلاحيات، يعني بيقول والله ده مدرس وده الايميل الجامعي بتاعه وده الاسم الفيرست نيم بتاعه وده اللاست نيم بتاعه وده الرقم الوظيفي بتاعه وده طبعا وده الطالب رقمه الوظيفي الجامعي وده الفيرست نيم الاسم الاول وده اللاست نيم وده الايميل بتاعه وده انه ايه طالب، ويجيب لحضرتك هنا عدد الطلاب هنا اهو 2 3 4 10 20 طالب، ما فيش مشكله. طيب الشاشه الواحده بتظهر هنا مثلا حوالي 25 طالب. لو عند حضرتك اكتر من 25 طالب الافضل ان حضرتك تضغط على كلمة إظهار الكل أهو علشان إيه تظهر كل الطلاب في شاشة واحدة، بدل ما يبقى كل شاشة فيها 25 لا اضغط حضرتك على كلمة إظهار الكل فكل الطلاب لو كانوا 40 50 يظهروا قدامك في نفس الشاشة وتنزل بشريط التمرير عشان تشوف الطلاب. ودي طبعا نقطة مهمة جدا إن حضرتك تحب تعرف مين الطلاب وعددهم اللي موجودين معايا إيه داخل الإيه داخل المقر. ايضا هنبتدي نتكلم بشيء يعني ببساطه عن ادوات الايه المقرر الدراسي ان شاء الله. طيب الجزء الثالث بالنسبه لي المهم اللي حابب حضراتكم تاخدوا بالكم منه، اللي هو الجزء اللي على الايه اللي على اليسار الاعلى، الجزء ده الجزء ده هتجدوا حضراتكم ان فيه لو جبناه من الاخر كده وضع التحرير. وضع التحرير اللي حضراتكم شايفينه امامكم دلوقتي موجود على اي شكل، على اي وضع، على كلمة تشغيل. يعني ايه وضع تحرير؟ كلمة تحرير زي ما حضراتكم عارفين يعني اقدر اعدل احذف اضيف، ده الايه المفهوم بتاع كلمة تحرير. طب انا عاوز اعدل وعاوز اضيف وعاوز احذف، الكلام ده اعمله منين؟ اعمله فين؟ اكيد هعمله هنا في القائمه بتاعه الايه بتاعه الايه المقرر.
زي ما قلت لحضراتكم يعني كلمة المحتوى دي محتوى المقرر، عاوز ان انا اعدل الاسم، فباجي هنا واقول له اعادة التسمية، يقول لي ده الاسم بتاعك دلوقتي اسمه محتوى المقرر، هو ما انا اسميه مثلا اسميه المحتوى مثلا، وبعدين اضغط على علامة الصح اللي باللون الاخضر ديت حفظ، فهيعدل. اذا انا عرفت دلوقتي اعدل منين؟ لما باجي هنا على الدايرة دي واعمل الكلام ده، اعمل مثلا اخفاء، اعمل حذف، مفيش مشكلة. لكن ايضا لو حابب ان انا اضيف حاجة من هنا وهنشوفها مع بعض، بضيف من الدايرة اللي فيها ايه؟ فيها بلس. حضراتكم يا ريت تركزوا في النقطة دي. طب لو انا جيت عند الوضع اللي بالاعلى ده اهو، الوضع ده وضع التحرير، وجيت عند كلمة تشغيل وضغطت عليها بالماوس ضغطة واحدة، حضراتكم هتلاحظوا ايه؟ ان كلمة تشغيل بقى اسمها ايقاف تشغيل، والدايرة اللي كانت باللون الاخضر خلاص بهتت وبقت باللون الايه الرمادي، وبقى ما عادش ايه، ما عادش وضع التحرير مفعل، ما عادش وضع التحرير ايه مفعل. لذلك لو حضرتك جيت هنا في القائمة دي اهي وتقولت لي والله ده انا عاوز كلمة الفصول الافتراضية دي اغير اسمها، هتيجي تبص طب فين الدايرة اللي كانت موجودة هنا والسهم الصغير عشان اضغط واغير الاسم؟ مش موجودة. كان في دايرة هنا صغيرة فيها بلس، كان في دايرة هنا صغيرة فيها بلس كده، لما بقف عليها بمؤشر الماوس بتديني قائمة اقدر اضيف منها للقائمة ديت، اضيف عناصر، مش موجودة. لذلك لما حضرتك تجد الوضع ده مش قادر تضيف ولا قادر تعمل اي اضافات او تحرير في القائمة، يبقى اذا لازم حضرتك تروح على اقصى اليسار هنا تمام، وتشوف وضع التحرير، ولازم تضغط هنا ضغطة واحدة بالماوس علشان تشغله، ويبقى اذا في الحالة ديت هتلاحظ حضرتك ان المحتوى اهو كل عنصر من العناصر بقى على اليسار بتاعه ايه التحرير الخاص بيه، اللي هي الدايرة اللي فيها سهم دي، ده التحرير. اقدر اضغط كده واقدر ان اعمل ايه، اعادة تسمية، اخفاء او حذف ايا كان. ايضا الدايرة اللي فيها بلس ظهرت اهي عشان اقدر اضيف منها عناصر، هنتكلم عنها برضو دلوقتي ان شاء الله، بس دي الفكرة ان اقدر اضيف منها ايه عناصر في هذه القائمة. يبقى دي النقطة المهمة اللي حبيت ان انا اوضحها لحضراتكم، هو وضع التحرير، وده وضع مهم جدا. النقطة التانية اللي هي لو اتحركنا لليمين شوية هنا اهوت، اللي هو كلمة اللي هو القفل ده، اللوك ده. اللوك ده بيقول لي ايه؟ ده لوك خاص بايه؟ ده لوك المقرر. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي في فتحة في اليمين كده، لو حضراتكم شفتوها فتحة في اليمين شوية، معناه ان المقرر متاح. ده معناه اتاحة وعدم اتاحة المقرر. طيب اتاحته لمين؟ اتاحته للطلاب. هو متاح عندي انا كأستاذ مقرر، ومتاح ايضا للطلاب. متاح للطلاب ازاي؟ ان القفل ده دلوقتي مش ما ايه مش مقفول للاخر. لو انا ضغطت دلوقتي حضراتكم لو لاحظتوا كده، انا عاوز حضراتكم تلاحظوا علاقة القفل ده لما اضغط عليه بالمنطقة اللي انا بتحرك فيها، ده اللي جنب المستخدمون دي كده، شايفين المنطقة دي ايه؟ هيظهر هنا رسالة دلوقتي. ايه هي الرسالة؟ لو ضغطت كده هتلاحظوا ايه هنا حصل ايه؟ قال ايه؟ المقرر الدراسي غير متاح للطلاب. يعني معنى كده ايه؟ اي طالب هيجي يدخل، هيدخل عنده هنا في المقررات الدراسية هنا علشان يشوف المقرر اللي اسمه كورس 4 مش هيجده. او شايفين حضراتكم مثلا كورس 5 اهو، الطالب هيجد ايه؟ كلمة ايه؟ غير متاح حاليا، مش متاح. يعني الطالب عايز يضغط هنا عليه عشان يدخل على المقرر، مش هيبقى متاح ليه. تمام؟ فلذلك لكن انا كأستاذ ضغطت على المقرر ودخلت، مفيش مشكلة. لكن الإتاحة وعدمها للطالب مش للأستاذ هنا في الإيه؟ بالنسبة للوك ده، للقفل ده زي ما حضراتكم شايفين. لذلك لما تيجي لحضرتك شكوى جماعية، هنا النقطة مهمة أوي، كل طلاب الشعبة بيقولوا لحضرتك المقرر غير متاح حاليا، يبقى أول شيء حضرتك قبل ما ترسل للدعم الفني ان حضرتك تشوف الجزئيه ديت الاول، تدخل داخل المقرر تشوف هل الاتاحه هنا اللوك ده مقفول للاخر وباللون الاحمر،
اه يبقى كده فعلا غير متاح للطلاب. اعمل ايه؟ اقوم جاي ضغط عليه ضغطه واحده، هيبقى متاح. الرساله اللي كانت موجوده هنا اختفت لانه اصبح متاح. لو ضغطنا هنا كرسي في كرسي خمسه هنا كان مكتوب جنبه غير متاح، الرساله بتاعت ايه؟ الرساله دي او ما عادتش موجوده. يبقى ده بالنسبه للجزئيه دي لانها جزئيه هامه. لكن لو بعض الطلاب قالوا لحضرتك والله ده هو متاح عندنا، والبعض التاني قال غير متاح، يبقى دي مش المشكله دي عند الطلاب اللي غير متاح ايه ليهم المقرر. بعض الطلاب بيبقى ليهم بعض الامور مع القبول والتسجيل. الامور ديت لما هما بيحلوها بقى بعض المعاملات، طلبات يعني طلب اضافه، طلب طبعا انسحاب، اعتذار، ايا كان بقى الايه الطلبات الاكاديميه ديت، هي دي اللي لازم القبول والتسجيل يحلها مع الطالب او الطالب يحلها مع القبول والتسجيل. بعد كده اول ما تنحل ويحصل تحديث بيانات على نظام البلاك بورد، خلاص يظهر المقرر بقى للطالب ايه بشكل ايه عادي يعني. ودي يمكن دلوقتي حضراتكم البعض من حضراتكم بيواجه الجزئيه ديت، ان ممكن ايه بعض المقررات تبقى موجوده في النظام عنده الاكاديمي في حسابه الجامعي، وبعدين يقول والله لسه مش مربوطه مع الايه مع البلاك بورد. طبعا ديت بتبقى نتيجه ان بيحصل لسه بيحصل تحديث من خلال القبول والتسجيل على نظام الايه على نظام البلاك بورد. بياخد بعض الساعات، ممكن ياخد له يوم، ممكن ياخد له يومين، على حسب الايه الوضع اللي بيتم فيه الايه القبول والتسجيل. ده جزئية لابد ان حضراتكم تاخدوا بالكم ايه تاخدوا بالكم منها.